مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي، وحلقه خاصه النهارده من حلقات برنامجكم مع الشباب. بدايه ابدا هذه الحلقه بعزاء ارسله لكل اهالي الضحايا، فلله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبروا ولتحتسبوا. ثم ثانيا اقول الى متى سيظل اعلام الفلول يدعي الحيادية، وهو يوما بعد الآخر يروج الإشاعات ضد التيار الإسلامي ويطعن فيه يوما بعد الآخر؟ إلى متى سنسكت على تلك الترهات التي تخرج علينا عبر شاشة التلفزيون المصري؟ فمرة تخرج علينا مذيعة نشرة الأخبار تستهزئ بالتيار الإسلامي وبالإخوان على وجه التحديد وتقول إليكم النشرة الإخوانية. إلى متى سنسكت على تلك الترهات التي تخرج علينا يوما بعد الآخر أيضا من التلفزيون المصري، التلفزيون الذي يمثل الشعب المصري بأكمله، فتخرج علينا مذيعة أخرى بكفانها على الهواء مباشرة وتروج الشائعات ضد التيار الإسلامي؟ إلى متى سيسكت الأستاذ صلاح عبد المقصود وزير الإعلام المنتمي للتيار الإسلامي على كل تلك الأكاذيب والإشاعات التي تروج على التيار الإسلامي عبر شاشة تلفزيون الدولة؟ إلى متى ستسكت دولة الإمارات العربية المتحدة على ذلكم الرجل الذي يدعى بضاحي خلفان، والذي يرسل يوما بعد الآخر تهديدات للتيار الإسلامي وللإخوان على وجه التحديد، وأيضا يسب التيار الإسلامي ممثلا في رئيس الدولة؟ على كل حال معنا مقطع في بداية هذه الحلقة للأستاذ ممدوح حمزة على شاشة دريم، وهو يرسل باقة من التهديدات للتيار الإسلامي وللرئيس الدكتور محمد مرسي. النهاردة بهذه الهجوم وبالهتافات يسقط النظام والشعب يريد إسقاط النظام، والهتافات بتاعت ارحل، فقد أيضا الشرعية الشعبية، فهو قدامه حلين مفيش غيرهم، يسحب والرجوع للحق فضيلة وهتبقى له وليس ضده، أو صراع الناس. احنا عملنا المستحيل عشان الناس ما تخطيش الصورة، ستة نطوا وبالتليفون قلتهم رجعوه، يعني رجعتهم اتمنتهم رأس. طبعا اللي كانوا موجودين بيكلموا احنا طول ارجعوا، ما ينفعش ما تتعدوش، انما لو دخلوا بالهوجة الكبيرة جدا دي وجابوا معاهم المجلس الرئاسي وحطوه اعلنوا للعالم كله، مش ده احتمال؟ مش ده سيناريو قائم؟ انت شايف ان ده قد يحدث؟ قد يحدث. ايه اللي يمنع المتظاهرين يقتحموا قصر الرئاسه؟ ما مش حصلت في بلاد اخرى، هي مش حصلت. مشاهدينا الكرام، نظرة حول الأحداث نتبعها إن شاء الله عز وجل بعد الفاصل. نعود إليكم مع ضيفي الكريمين الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، وأيضا الأستاذ أحمد فهمي الباحث والمحلل السياسي، ونظرة سريعة حول الأحداث، فابقوا معنا. والفرحة جائزة كبرى، سنعود بإذن الله من نور القرآن ورياض الجنة للعاني. والفرحة جائزة كبرى، عدنا بفضل الله والنصر، ما أبهى شرعٌ يحفظنا. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة أن أرحب بالدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. وأيضا أن أرحب بالأستاذ أحمد فهمي الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، يشرفنا أيضا ويسعدنا أن نتلقى جميع اتصالاتكم وأيضا تفاعلاتكم حول كيفية الخروج من هذه الأزمة التي تمر بها مصرنا الحبيبة من خلال الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة، وأيضا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وتظهر أمامكم الصفحة الآن بإذن الله. دكتور خالد، بداية يعني كنا الأول بنشوف قبل الفاصل مقطع فيديو لممدوح حمزة وهو يرسل باقة التهديدات التي صرنا معتادين عليها خلال الفترة الماضية للرئيس الدكتور محمد مرسي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا نعزي أهلنا في كل الشهداء والضحايا الذين سقطوا، والجرحى اللي تقريبا قارب على 700 كان في حرب أهلية يعني. وأقول أن يعني هؤلاء يعني ما يجري الآن في مصر أو المشهد في مصر الآن هو يعني جزء من المشهد الواسع الذي جرى في العالم العربي، ابتداء مما جرى في الجزائر وما يجري في تونس الآن وغيرها. القوم يزعمون أنهم يريدون الحرية ويحتكمون إلى الصناديق وإلى الديمقراطية وغيرها،
فإذا جاءت الديمقراطية وجاءت الصناديق بالإسلاميين انقلبوا على كل ذلك وحصل كفروا بديمقراطيتهم كفروا بها فجأة وحصل انقلاب على الأوضاع. فده مشهد مش جديد على الساحة، وينبغي أن ننظر للمشهد في مصر من هذا الاتساع. يعني الأمر الثاني أن هذا الأمر أيضا هو ركيزة من ركائز العلمانية من الناحية الثقافية والفكرية ومن ناحية جذور العلمانية نفسها. العلمانية في بلادنا لأنها طبعا مستوردة وغير أصيلة، يعني لا تعيش إلا في أجواء الدكتاتورية. يعني أثبت التاريخ أنها منذ سقوط الخلافة أنها أي فرجة من فرج الحرية تحدث في أي دولة من الدول العربية أو الإسلامية مباشرة يتصدر المشهد فيها السياسي فيها الإسلاميون. الإسلاميون هم الذين يتصدرون المشهد السياسي، والأمة تختار الإسلاميين رغم عقود طويلة من التغييب ومن الجفوة بينها وبين الأمة بسبب الحكومات الدكتاتورية الظالمة. فجأة تختار الأمة أصالتها وتختار هويتها وتختار عقيدتها، فتختار الإسلاميين ليتصدروا المشهد السياسي. أما العلمانية فلم تجد لها موطئ قدم في بلادنا العربية خاصة والإسلامية عامة إلا في أجواء الدكتاتورية. وهناك عندنا حالتين متعاكستين. العلمانية إذا ظنت أو ظنت بعض قطاعات منها أنها ضد الدكتاتورية كما حدث في الثورة المصرية أو الثورة التونسية، سرعان ما يفيق فئام منهم أو أفراد منهم يفيقوا لأنفسهم ويدركوا أنهم لا مجال لهم لا وجود لهذا المنهج إلا في ظل الدكتاتورية، فيتحالفوا مع الفلول كما حدث عندنا في مصر الآن، وهنتكلم على المشهد ده باختصار. والقوى الإسلامية لأنها قوة تحررية ثورية بطبيعتها على الظلم والدكتاتورية، الحالة التي تركن فيها إلى الظلم والظالمين تكون حالة أيضا مرضية، حالة استثنائية، سرعان ما يفيق الإسلاميون منها أو يفيقوا منها بمعنى أصح، فيعودوا مرة أخرى إلى جو الثورة على الظلم والظالمين والخروج عليه. فالخروج على الدكتاتورية عند العلمانية هو خروج استثناء على الأصل، سرعان ما يفيق أصحابه إلى مكانه عليه. والركون إلى الظلم أو الظالمين عند أفراد أو فئات بسيطة من الإسلاميين هو حالة مرضية أيضا، سرعان ما يفيق أصحابها إلى الحق الذي ينبغي أن يكونوا عليه. هذا الأمر يعني ظاهر النهاردة في المشهد المصري بشكل كامل، هذا التأصيل اليسير يعني، لأن احنا شفنا النهاردة فجأة لما وجدوا الإسلاميين وصلوا بأصوات الجماهير وبالأغلبية الجماهيرية الكاسحة إلى مجلس الشعب، كلهم رحبوا بإسقاط أصوات الأغلبية، مع أن الأغلبية هي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية. الديمقراطية عندهم يعني أغلبية الأصوات، فهي نظرية رقمية أو عددية فارغة من هذا الجانب. لكن حتى لما الأعداد دي تختار الإسلاميين يرحبوا تمام بإسقاط مجلس الشعب، مع أن المجلس جاء ووصل إلى هذا إلى ما وصل به بأصوات الجماهير الأغلبية. مجدي الجلاد على قناة السي بي سي قال في تحليل أيام موضوع مجلس الشعب ووصول الإسلاميين للمجلس، قال ما انتخب الإسلاميين إلا واحد من الاثنين، إما أناس تحت خط الوعي أو أناس تحت خط الفقر. ما هم طبعا عمرو أديب قال لو أن الديمقراطية هتجيب لنا الإسلاميين تغور الديمقراطية مش عايزين، كفروا بديمقراطيتهم. هي المشكله حضرتك ان هي مساله برضو احتقار الشعب. يعني هو لما بيقعد يتكلم يقول لك ده 60% من الشعب امي، ده احنا المفروض ما نجعلش اصواتهم الصوت المثقفين، يعني الواحد المثقف باثنين من الاميين، هذا احتقار للشعب. او يقول لك ده القوى الاسلاميه اشترت اصوات الجماهير، شعب مصر العظيم يحقره بحيث انه يقول ده انت اشتريت اصوات الناس بالزيت والسكر، فده طبعا ده احتقار للناس. طب ليك هذه مفاجاه، احنا عندنا في المنصوره واعلمهم بالاسم يعني في موضوع عندنا برضه على فكره المنصوره دي في موضوع المظاهرات الاخيره اللي دعا اليها يعني بعض مرشحين الرئاسه السالفين، واحد منهم خرج اتوبيسات من المنصوره، اتوبيسات للفرد 100 جنيه مع وجبه الغداء. يعني عندي موجودين بالاسم يعني مش مع حد مثلا بلغنا ولا سامعين. فان كنتم تعيبون على الاخوان انهم في يوم من الايام، لو كان هذا صحيح ونحن لا نظن ذلك ابدا يعني، لكن لو فعلوا ذلك انهم كانوا بيوزعوا زيت وسكر، فلماذا فعلتم ما تعيبون عليه الاخوان المسلمين يعني؟ شوف حضرتك، شوف هو العلمانيه في بلادنا بتعمل ايه؟ بتختزل الوعي عند الناس ازاي، وبتستغل الاله الاعلاميه المؤدلجه. يعني هو بيختزل الوعي ازاي؟ الاسلاميين طول عمرهم بقى لهم عشرات العقود، يعني عشرات السنين مئات السنين بيعمل العمل الاجتماعي الذي يطعم فيه الفقراء والمحتاجين، فده مش حاجه جديده. لكن هو بيجي يبرز هذا المشهد في ظل الانتخابات مثلا، يقول لك ده انتوا شريتوا اصوات الناس بزيت والسكر. طب احنا طول عمرنا بنعمل خدمات اجتماعيه، كما ان لنا انشطه دعويه لنا انشطه اجتماعيه. نعم يعني ارتكز. ودي نقطه معلش انا هي تخرج علينا عن السياق بس لازم اقولها لاهميتها. احنا كاسلاميين ينبغي ان نخرج من حيز تبني قضايا المهمشين والفقراء والمستضعفين في المجتمع، من حيز التبني الاجتماعي فقط اللي هو المعاناه الاجتماعيه، الى ما هو اوسع من ذلك، بتبني قضاياهم اعلاميا سياسيا قانونيا شعبيا. يعني ايه قانونيا وشعبيا؟ نسن قوانين، نطرح مشاريع استجوابات في البرلمان، ننزل نتظاهر ونعتصم ونضرب عشانهم ومعاهم الفلاحين والعمال وغيرهم، لان احنا سيبنا هذه القضايا تبناها اليسار كشعارات
كشعارات وما قدمش اي مساعدات للناس، واحنا صرفنا دم قلبنا وجهود ابنائنا واخواننا على مر عشرات السنين لدعم المحتاجين. ففي النهايه اللي بيحمل الشعار هو اللي بيظهر عند الناس. ارجع لما كنت اقول، فبقول هذه الركيزه في العقيده العلمانيه انها لا تنمو ولا تربو ولا تجد لها محل قدم في بلادنا لانها غير اصيله ودخيله الا في ظل العهود الدكتاتوريه. فالكلام ده تشوف الان تمثل في المشهد المصري في ابشع صوره، لما حصل ان وصل الاسلاميين الى الحكم حصل تحالف غير شريف مباشره بين يعني قطاعات من القوى اليساريه والليبراليه والعلمانيه التي تسمي نفسها المدنيه لما بدات تتكسف من كلمة علمانية، وده شيء كويس برضو ينبغي أن نحمده لهم، بدأت تطور شوية خلف كلمة مدنية. فالقطاعات اللي هي العلمانية لما وجدت أن هي فعلا لا موطئ قدم لها في أجواء الحرية والنقاء والصفاء فبدأت تتحالف مع الفلول. النهاردة الثورة المضادة الآن يقودها تحالف الفلول وبعض الذين زعموا الثورية أو اشتركوا في الثورة بالفعل. يعني النهارده المهندس ممدوح حمزه لما بيتكلم هذا الكلام، لان المهندس ممدوح حمزه يقود غرفه عمليات في احد الفنادق المشهوره، موجود معاه فيها عمرو حمزه وعمرو موسى وغيرهم، هم قيادات الايه الثوره المضاده. الان الدكتور البرادعي بيقول كده في الفاينانشال تايمز امس بيقول ان انا ليا الفخر ان انا عملت يعني قياده مشتركه الان للقوى السياسيه ما بين بقايا نظام مبارك والثوار. يعني هو بيفخر ان هو اللي عمل التحالف المشبوه ما بين الفلول وما بين الايه وما بين الثوار. انا بقول جميع الفئات السياسيه الاخرى نحن لا نشيطنها شيطنه كامله ولا ينبغي ان نفعل ذلك. نعم. الفئات السياسيه الاخرى هم مصريون مثلنا مثلهم، لهم حق المعارضه، لهم حق الاعتصام والتظاهر، لهم حق التظاهر والاعتصام وكل شيء، لا نخونهم ولا ينبغي ان نقع في هذا الفخ. احنا مش عايزين نقع في هذا الاستقطاب، لا نخونهم ولا نتهمهم بالعماله ولا نتهمهم بانهم فلول ولا الكلام ده كله، لكن انا بقول لهم أنتم وطنيون شرفاء ومصريون أحرار وشرفاء، كنتم جزء أصيل من ثورة 25 يناير، فلا ينبغي لكم أن تسمحوا للفلول أنهم يدخلوا الميدان بعد ما اطردوا منه 10 مرات. امبارح أخونا مصطفى السمان أنا كنت معاه النهاردة، مصطفى هو من شباب الثورة ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه لا إخوان ولا سلفي، قام في المؤتمر الصحفي اللي كانوا عاملينه في مركز إعداد القادة لما عمرو موسى جاي يتاجر بدماء الشهداء ويقول نقف دقيقة حداد على دماء الشهداء، فقالوا لا انتوا جايبين لنا الفلول توقفوهم هنا عشان يوقفوا دقيقة حداد على دماء الشهداء، هم مالهم مال الشهداء خلاص. فأنا بقول التحالف النهاردة تحالف الثورة المضادة يقوده الفلول وبعض من انتسبوا للثورة للأسف لأنهم علمانيون ولأن ركيزتهم الفكرية أنه مش هيعيش إلا في ظل هذا الجو. الجناح السياسي النهاردة للثورة المضادة اللي بيقوده شفيق اللي كان ناوي يجي النهارده بعد العصر اذا صدق هذا الخبر، وعمرو موسى فلول النظام السابق، وللاسف الدكتور البرادعي. هنا الدكتور البرادعي برضو رايح بيتكلم في نيويورك تايمز يستعدي امريكا والغرب علينا ويقول لهم لازم تتدخلوا عشان تضغطوا على مصر عشان مرسي يتراجع عن قراراته. نعم. وبيقول في الدير شبيجل بيهاجم التاسيسيه بايه؟ هاجمها بانها استاثر عليها الاسلاميين، حصل فيها ما حصلش فيها، لكن لا ده بيهاجمها هجوم غريب جدا ان بعض افرادها لا يؤمن بالهولوكوست ولا يؤمن بالغناء ويروح في انا اسف نفس الصحيفه الانجليزيه اللي قال فيها ان انا شكلت تحالف بين الفلول وبين طبعا ما قالش الفلول. يا ريت مخرجنا العزيز جهز لنا المقطع اللي كان موجود فيه عمرو موسى مع البرادعي وقام احد الصحفيين وقال كم يتفضل بيه دكتور. ده مصطفى السمان. نعم. هو من شباب الثوره مش احد الصحفيين. في المكتب التنفيذي لشباب الثوره. فهو بيقول في نفس الجريده ان احنا قد نلجا للعنف إذا لم يستجب لمطالبنا. هذا الكلام كله أنا بطالب هؤلاء الوطنيين والشرفاء والمصريون المخلصين والمصريين المخلصين أن يقفوا في وجوه هؤلاء وأن يأخذوا على أيديهم لكي لا يشوهوا منظر الثورة الجميل بعد أن غسلوا وجوههم الملوثة بدماء المصريين في ميدان التحرير للأسف لما سمح لهم يدخلوا ميدان التحرير. نعم نشوف المقطع ونرجع تاني. فضل. مقطع عمرو موسى ونرجع تاني مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والسادة ممثلي الإعلام والمواطنين المصريين أينما كانوا، تمر مصر في هذه المرحلة بوضع خطير للغاية انقسمت فيه البلاد وانشطر فيه المجتمع المصري وبدأ العنف، وهو أمر لا يمكن إلا أن نحمل مسؤوليته للنظام القائم على حكم مصر. لا بد من أن يرتفع الصوت المصري عاليا أننا مع جمهورية جديدة وديمقراطية، لسنا مع فرض أمر واقع أو تقسيم الشعب المصري أو فرض دستور عليه، دستور
غير مقبول غير مجمع عليه. وفي هذه القاعة ذاتها أمس شرحنا أن مواد الدستور بها عوار محدد قدمنا به تعديلات محددة ولم يؤخذ بها. اليوم حين نسمع أن هناك فرصة معينة أو تصورا معينا لتعديل الدستور، لقد كانت هناك فرصة طويلة لأسابيع والتعديلات كلها أمامهم للتعامل مع المواد التي لا يمكن قبولها ولا يمكن التوصل إلى توافق آراء بشأنها، أن يجب أن نترك في شهر كامل لهذا. تفضل. في فتاة استشهدت هذه بداية مع الأسف أو استئناف لسفك الدماء، وهذا شيء مؤسف. أدعوكم إلى الوقوف دقيقة حدادا فورا تحية لهذه الفتاة الشهيدة. جايبين لنا الفلول ترجعوهم تاني وبقيت تكلموا على الشهداء. جايبين الفلول ترجعوهم تاني وبقيت تكلمونا على الشهداء. كمل حضرتك، كمل عادي، كمل يا عم بيه. انتبهوا الى هنا، انسوا هذا الكلام. انتبهوا هنا لما نقوم به. نحن يد واحده في سبيل مصر، يد واحده في سبيل دستور محترم. كيف ننسى انك احد كبار الفلول؟ يعني هذا شيء يعرفه جموع الشعب المصري جميعا. على كل حال، ونحن ايضا نحملهم، سواء كان حمدين صباحي ولا البرادعي ولا عمرو موسى، نحملهم كل هذه الدماء التي سفكت خلال الايام الماضيه. استاذ احمد فهمي، البعض لا سيما في وسائل الاعلام يعلق على ان الدكتور حمد مرسي رجل ديكتاتور الى غير ذلك من هذه الاشياء، وهم يوميا في الفضائيات ومن خلال الجرائد. اسهل حاجه الوقت بقى تسب الدكتور مرسي. يمكن ابو حملات امبارح ابراهيم عيسى على قناه القاهره والناس بيسالوه، يعني بيقولوه يعني في رايك لماذا تاخر خطاب الرئيس الى الان؟ قالوا بكل بساطه لان المرشد العام لسه ما كتبش الخطاب اللي المفروض يطلع بيه دكتور مرسي. تعليقك على موضوع ان الدكتور مرسي ديكتاتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني بدايه احب ان اتقدم بواجب العزاء نعم. الى اهالي الضحايا الذين سقطوا بالامس واليوم والذين نحسبهم شهداء والله حسيبهم. أسأل الله عز وجل أن يثبت إخوانهم وأن يلهم عائلاتهم الصبر والرضا بقضاء الله عز وجل. بالنسبة لسؤالك، يعني أنا أحب أن أجيب بس إيه بدائرة واسعة شوية. اتفضل. يعني إحنا لو حبينا ناخد يعني زي ما بيقولوا ننظر إلى الحدث من منظور عين الطائر، يعني أحيانا بيبقى يعني تتابع الأحداث والتطورات بيجعلنا ننغمس في الرؤية الجزئية وننسى أو نغفل عن النظر إلى الصورة الكاملة. إحنا محتاجين إن إحنا نرتفع إلى الأعلى قليلا، ننظر إلى المشهد كله. ما يحدث الآن لو أردنا إن إحنا نضع له ترتيب معين، ما يحدث الآن نستطيع نقول إن هي دي الخطة رقم 4. الخطة رقم 4 معنى كده إن إحنا في عندنا 3 خطط فاتوا قبل كده، واخد بالك. الخطة الأولى فشلت، لجأوا إلى الخطة رقم 2. الخطة رقم 2 فشلت، رجعوا للخطة رقم 3. الخطة رقم 3 فشلت، الآن بيطبقوا الخطة رقم 4. إيه هي الخطة رقم 1؟ الخطة رقم 1 دي هي السعي للدفع بالفريق أحمد شفيق رئيس للجمهورية. يعني إحنا عارفين طبعا أن مصر كدولة مركزية في العالم العربي لها مكانة كبيرة جدا، إقليمية، لها تأثير كبير على العالم العربي، فلها تأثير كبير على القضية الفلسطينية، لها تأثير كبير أيضا في العالم الإسلامي. فبالتالي المركزية المصرية لأسباب كثيرة جدا تاريخية وجغرافية وسياسية بتجعل من الصعب أن الغرب ويصطف معه طبعا الكيان الصهيوني، من الصعب أن يترك النظام المصري يتم صياغته بصورة جديدة تماما تخرج على الصورة التي كان فيها 60 عاما الماضية. مش مسموح لمصر أن هي تنشئ نظاما جديدا يخرج عن هذه الأطر المرسومة على مدى 60 سنة. في مساحة صغيرة متروكة لرئيس الجمهورية أو للنظام أنه يلعب فيها. ما عدا ذلك هناك ثوابت للنظام تم تدشينها بعد ثورة يوليو 1952. يجب أي نظام يتولى الحكم، أي رئيس يتولى الحكم، أي نخبة تتولى الحكم، يجب أن تحافظ على هذه الثوابت وهذا الإطار ولا تخرج عنه أبدا. فبالتالي كان الهدف أن الفريق أحمد شفيق يتولى المهمة الأساسية اللي هم أخفقوا فيها
في بداية ثورة 25 يناير مهمة الحفاظ على الإطار الذي تم رسمه لمصر لكي لا تخرج عنه في فترة الخمسينات أيام حكم عبد الناصر. طبعا احنا عارفين خطة أحمد شفيق فشلت، لأن طبعا محاولات التزوير كلها بشتى الأشكال. نقدر نقول انتخابات الرئاسة دي أنا أتمنى أن يأتي علينا يوم من الأيام تتكشف فيه الأوراق ونعرف إيه اللي حصل ونعرف إيه السر اللغز الكبير، كيف حصل أحمد شفيق على 12 مليون صوت. لأن طبعا لا أحد يتخيل أبدا أن شعبية أحمد شفيق مهما كانت تصل إلى 12 مليون. فيعني المهم في النهاية أن هذه الخطة أخفقت تماما. وكانت اتحاد أصوات الليبراليين والعلمانيين والإعلام الموجه ضد التيار الإسلامي، فكان لصالح احمد شفيق يعني. كان لصالح احمد شفيق. وبعدين يعني لا تنسى ممكن برضو يسالك سؤال، طيب احنا برضو ما نتصورش ان شخص الدكتور مرسي يحصل على كل هذه الاصوات، في اللي انتخب الدكتور مرسي انتخب المشروع الاسلامي. ايوه فنفس الفكره هيقولها لك من ناحيه ثانيه يعني، ان كل من يكره المشروع الاسلامي هو من انتخب الفريق احمد شفيق. لا لا، ما هو اصلا في برضو نسبه كبيره جدا من القوى الليبراليه والقوى العلمانيه اللي هي كانت بترى ان مجيء شفيق هيشكل خطر على الثوره، فاضطرت ان هي تنتخب نظام بقى ايه فكره اعصر على نفسك لمونة وانتخب مرسي. المهم باختصار ان هذه الخطة اخفقت تماما بفوز الرئيس مرسي. فانتقلوا الى الخطة رقم 2. الخطة رقم 2 دي كانت خطة يعني من اكثر المراحل اللي تكشفت فيها الابعاد بتاعة التخطيط. يعني في تلك الفترة في شهر يوليو تحديدا يعني تسربت عدة تصريحات من الإعلام الإسرائيلي كشفت ما يحدث. من أبرز هذه التصريحات ما ذكره التلفزيون الإسرائيلي أن إدارة أوباما بتطمئن الحكومة الإسرائيلية بأن في هناك ترتيبات مع المجلس العسكري ومع القضاء المصري للتضييق على الرئيس مرسي ومحاولة إسقاطه في المستقبل، وكانوا بيطمنون ما تنزعجوش من هذا الأمر. وطبعا صدر التصريحات يعني بنيامين بن أليعزر اللي هو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق والصديق المقرب لحسني مبارك الرئيس المخلوع، كان ليه تصريح قال إن المحكمة الدستورية بتلعب دور عظيم جدا في تقليص الأضرار الناتجة عن ثورة 25 يناير. مشي يعلون اللي هو نائب نتنياهو قال برضو كلام مشابه، قال إن المحكمة الدستورية بتلعب دورا كبيرا في منع القوى الظلامية من تثبيت نفسها في الحكم في مصر. هذه التصريحات استمرت وكانت في شهر يوليو، يعني لم يكد يمر شهر واحد على تولي الرئيس مرسي الرئاسة. إذن كان في مخطط، المخطط ده كان محطوط له أغسطس. ويعني برضو أحب أذكر هنا بتصريح في غاية الأهمية، وهذا التصريح ينبغي أن احنا نضعه كده نبراس للمرحلة اللي احنا فيها شعار كده ونحطه قدامنا. هذا التصريح أدلى به يعني خبير إسرائيلي بيوصف بأنه هو أبو الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي اسمه يحزقيل درور. يعني هذا الرجل يقول إيه؟ يقول أن مرسي كرئيس منتخب يستطيع أن يحقق في مصر نهضة شاملة تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الإقليمي، ويجب منع ذلك بكل قوة. يعني شوف أقول لك التصريح تاني، أقول لك مرسي كرئيس منتخب يمكن أن يقوم بنهضة شاملة في مصر ستؤدي إلى الإخلال بالتوازن الإقليمي، ويجب منع ذلك بكل قوة. ده الخبير أبو الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي. فبالتالي الخطة الثانية كانت اللي هي مرصود لها أن هي في يوم 24 أغسطس في يوم الجنازة لما كان بيدبر اللي هو إيه يعني الاعتداء على الرئيس لإهانته بقوة على خلفية أحداث رفح. يعني أحداث رفح مهدت لإيه لهذا الأمر. هيجي الرئيس هيخرج للجنازة هيتعرض لإعتداءات شديدة هتهتز شرعيته ويجعل إفراها بعدين رحيل لمجلس عسكري وربط. فبالنهاية إيه يضطر أن هم إيه يعني مرسي اهتزاز الشرعية بيؤدي في النهاية لسهولة إيه لأن أنت شرعية رئيس منتخب ما تقدرش تشيلها على طول. الخطة رقم ثلاثة هي الخطة اللي احنا كنا متوقعينها يوم 2 ديسمبر لما بدأت تتجمع الخيوط مرة أخرى من خلال الدعاوى القضائية اللي رفعت. وكان الخطة دي بتتضمن ثلاث محاور. المحور الأول إلغاء الجمعية التأسيسية والعودة للمربع الأول، إلغاء جمعية الشورى والعودة للمربع الأول، تفعيل دعوة لإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ويعني أسقط الإعلان الدستوري المكمل اللي أصدره المجلس العسكري واللي خلانا فعلا نشعر أن احنا يعني حققنا إنجاز كبير من إنجازات الثورة. طبعا هذه الخطة يعني كانت يعني وهذه المرحلة في غاية الأهمية، لأن الخطة رقم 3 يعني بدأ يتضح وكما ظهر لنا حاليا أن كان في قوى علمانية ليبرالية ويسارية كانت داخلة على الخط في هذا الأمر، وكان يبدو واضحا من خلال ردة فعلهم أن هم كانوا بيتوقعوا فعلا أن النظام يوم 2 ديسمبر هيتداعى وهيسقط بنسبة كبيرة جدا، وكانوا بيتجهزوا لطرح البدائل
للسيطرة على النظام الحكم في مصر. طبعا الرئيس مرسي استبق هذه الأحداث وأصدر الإعلان الدستوري يوم 22 نوفمبر. هذا الاستباق أربك خطتهم بصورة كبيرة جدا وأجهضها، فبالتالي ردة فعلهم كانت مبالغة. وإحنا لو استخدمنا يعني إحنا بنتكلم تحليل سياسي، كتحليل سياسي هل يتناسب، هل تتناسب ردة الفعل مع الفعل؟ لازم تسأل نفسك سؤال، ما تسيبش أنت نفسك إيه تتعامل مع ردة الفعل أن هي طبيعية، لا اسأل نفسك هل ردة الفعل على مضمون الإعلان الدستوري المؤقت يتناسب فعلا مع 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 ما تقتضيه هذه المواد اللي موجودة في الإعلان. يعني أنا أظن وأزعم أن ردة فعل لا تتناسب أبدا. ردة الفعل التي صدرت منهم ردة فعل غاضبة على فشل الخطة رقم 3، فشل إسقاط نظام مرسي يوم 2 ديسمبر، وده كل اللي بيحصل حاليا دلوقتي. لذلك أنا بقول أن قضية مواد الدستور وتعديل مواد الدستور، قضية الإعلان الدستوري هي مجرد غطاء يتم ترويج واجهة يختفون وراءها ويخفون وراءها الأهداف الحقيقية لهم وإسكات النظام بصورة كاملة. انتقلوا حاليا طبعا الخطة رقم 4. نعرفها بعد هذا الاتصال. ماشي. السلام عليكم أستاذ أسامة. أستاذ أسامة. أيوة يا فندم. السلام عليكم. تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا أهلا مرحبا. تفضل. بقول لحضرتك يعني الكلام اللي بيقولوه إن هم يعني ضد الإعلان الدستوري وضد ضد الدستور نفسه، الكلام ده غلط خالص. الكلام ده هم ضد الإسلام، هم ضد الإسلام والإسلاميين، دي حاجة معروفة. يعني المتظاهرين قدام الاتحادية يعني ناس خيم فيها خمرة وفيها أكل وفيها ملوتوف وفيها حاجات يعني ما فيش داعي الواحد يقولها. يعني كان الإخوة هناك امبارح يعني كل اللي استشهدوا كلهم الإخوان، ما فيش حد برا الإخوان. ويقول لك الإخوان اللي اعتدوا، الإخوان راحين يعتدوا على مين؟ على نفسهم. الإخوان هيضربوا نفسهم. الإخوان هم اللي راحين يحموا لما شافوا إن رئيس الدولة داخل على أهانة، هم كانت دي خطتهم أصلا إن هم يدخلوا القصر ويعملوا فوضى ويحصل يعني يحصل احتكاك بالرئيس. لكن الحمد لله ربنا أفشل خططهم وهيفشلها، وإن شاء الله يد الله هي العليا ويد الكافرين هي السفلى إن شاء الله بإذن الله. على ذكر وجود الخمور داخل المخيمات، معنا تقرير مصور بصوت وصورة يعني تصديقا على كلامك، نشوف التقرير ونرجع لكم مرة ثانية. وخمور واكل وشرب ومزاجهم اخر عال. معنا اتصال من صلاح من اكتوبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا صلاح، اتفضل. مرحبا، تحياتي للدكتور احمد والدكتور خالد سعيد. الله يبارك فيك يا فندم، تحياتهم ايضا اليك، اتفضل. طبعا الواحد في غايه الحزن. انا بتكلم كمسلم يجمعني والاخرون شعار لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه الطوائف لها تاريخ طويل في محاربه الاسلام. نعم. فهم ليسوا ابناء اليوم، ولكن هم أحفاد ابن أبي سلول وأحفاد المنافقين الأول، وقد خبرنا الله سبحانه وتعالى بأمرهم
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء القوم لا يريدون إلا اقتلاع الإسلام واجتثاث المسلمين، هذا هو الغرض والهدف المباشر. نعم. شكرا جزيلا استاذ صلاح، بارك الله فيك. اسمح لي فقط ان الوقت معنا ضيق جدا وعايزين ناخذ الخطه الرابعه من الاستاذ احمد. اتفضل. باختصار اقول لك الخطه الرابعه اللي انت يعني تفضلت بذكر التقرير بتاع ممدوح حمزه في بدايتها. هي طبعا الخطه الرابعه كانت بتقوم على اساس ان ممدوح حمزه بيقوم بدور ان هو الواجهه، يعني هو الراجل اصلا لا يطمع الى، هو الراجل اصلا في البدايه كان مؤيد للثوره وبيدعمها وبيمولها وبيقوم بدور الواجهه، ولا يطمع الى منصب سياسي ولا بيهدف الى هذه الامور يعني. فبالتالي هو حاطط نفسه في وش المدفع، بيتلقى الضربات والصدمات، بيعرض نفسه لاي ممكن يعني لو حصل فيه انتكاسات بعد كده هو اللي بيتحملها. هو نفسه لما طلع في اللقاء بتاع دريم كان بيقول الابراشي ان انا ما عنديش مشكله خالص، ويرفعوا عليا قضايا ويرفعوا عليا دعاوى، انا مستعد ان انا اتهم بالتخطيط لانقلاب الحكم وغير ذلك. فهي الخطه ايه؟ الخطه ان هو بيعمل مجلس رئاسي، يعني هذا المجلس بيتكون من الصباحي وبيتكون من عمرو موسى وربما البرادعي، وكان اصلا ان هو بيحاول يدفع باسم ابو الفتوح في هذا الامر، ولكن هو تخلص منهم. والهدف ان هو يعمل نوع من انواع الايه، الشرعيه الموازيه. يعني هو بيقول لمرسي انت بتعتمد على شرعيه 13 مليون صوت، لا احنا في عندنا برضه شرعيه لا تقل عنك اهميه. فهو دلوقتي ايه يعني، وجد ان هو تحركه في الشارع من خلال الميادين ميدان التحرير وجد ان هو يعجز عن هذا الامر، فانتقل من قضيه ميدان التحرير والتجميع اللي هو كشفه بعد مليونيه الشرعيه والشريعه، انتقل الى قضيه ان هو بيحول ان هو يشتغل كقوه ضاربه. فبعت القوة الضاربة بتاعته ال 40,000 او ال 30,000 اللي ما كانوش ظاهرين في ميدان التحرير، بعتهم عشان يظهروا فين؟ في شارع المرغني في امام قصر الاتحاديه. وبدا يوزع كماين على مختلف انحاء القاهره، يقطعوا الطرق ويعملوا ازعاج للناس، والاعلام بتاعهم بيروج ان في الاف موجودين مش عارف في ميدان جهينه في 6 اكتوبر، الاف مش عارف موجودين فين، وهم كلهم لا يزيدوا عن 100 شخص في كل مكان. فيعني ايضا يعني هذه الخطه مش هتنفع، فبالتالي هو بيلجا الى امر اخر، وهو ان قضيه شرعيه الاصوات. قال لك لا، ما احنا بقى خلاص لا شرعيه الميدان ولا شرعيه الشارع، احنا عندنا شرعيه الاصوات، احنا في الانتخابات جمعنا ما يقرب من 8 مليون صوت، يبقى بالتالي احنا لنا شرعيه توازي شرعيتك. نعم. فكان الهدف ان هو يعني يحاول ان هو يقتحم القصر الرئاسي ويدفع بالمجلس، ويوما بعد يوم يدندن منازعه شرعيه ويهدد حول هذا الامر. هي. طب رؤيتك حول تاخر خطاب الدكتور مرسي للان؟ هو القضيه قضيه ايه، ان يعني احنا احيانا لما بننظر الى الصوره ما ننظر اليها من خلال بعد واحد. نعم. اللي بيبقى في موقع المسؤوليه بينظر الى الصوره من عده ابعاد مختلفه. لان الكلمه اللي بيصدرها او القرار اللي بيصدره رئيس الجمهوريه بيبقى ليه تداعيات كثيره جدا، وبيبقى قدام منه توازنات معقده متشابكه، فبالتالي لابد ان هو يحدد التوقيت. وفي بعض الاحيان في السياسه بيقول لك ايه، يعني المفروض ان انت تؤخر القرار لغايه الطبخه ما تستوي، ما ينفعش انت تاخد قرارك والطبخه ما استويتش. يعني في بعض الاحيان لازم المشهد يكون وصل الى مستوى معين من الحراك ومن التفاعل، بحيث انت لما تصدر قرارك بعد كده يكون متاخر قوي. والله قضية التأخير يعني ناس كتير الوقت قاعدة منتظرة بس على شوق بالغ، يعني انها تسمع اي كلمة اي حاجة من دكتور مرسي على اساس ان هذه النار تهدأ. انا مش بدافع عن التأخير. نعم. ولكن انا بقول ان هي طالما الصورة عندنا مش كاملة من الصعب ان انا نحدد او نجزم اذا كان ده فعلا تأخير ولا مش تأخير. لان تمام. انت بتربط الامر بايه، انت عايز رئيس يطلع يتكلم، ممكن الرئيس لو طلع يتكلم بدري شوية يحصل فيه تفاعل الناس بعد كلمته، فيضطر ان هو ايه، لان قضيه برضه خلي بالك ان هم القوى العلمانيه والمدنيه بيعمل ايه، هو عندهم نوع من انواع العجز في الحراك، فبيركب نفسه وبيركب حراكه على ثوره يناير. فعايز يخلي للناس يربط في ذهن الناس في ذهن في حس الراي العام ما بين ثوره يناير وما بين هم بيعملوه. طب رؤيه حضرتك يا دكتور خالد في موضوع تاخر خطاب الرئيس، اللي هم يعني انت عارف الاعلام كله ملوش سيره غير الموضوع ده تحديدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا طبعا قبل معلش تاخر خطاب الرئيس، كلام المهندس ممدوح حمزه بيقول ان الراجل طبعا ضالع واساسي في اداره ما يجري الان، يعني بيقول لك انا 6 افراد اقتحموا السور فانا مش عايز افوت دي بس، وانا اللي نزلتهم بالتليفون بغض النظر عن صحته ولا نزلهم ولا طلعهم، يعني دي فيها شك، لكن على اي حال طبعا الراجل بيعترف بوضوح ان هو اللي بيقود المشهد، وهو قال كلام زي كده في الحلقه. فطبعا هو مش هو لوحده، واحنا عندنا معلومات مين اللي معاه ايضا، وللاسف طبعا فيهم ناس من قيادات الفلول زي ما احنا كانوا بيعيبوا على الاخوان المسلمين ان هم تنظيم وان هم بيتحركوا من خلال المرشد العام. وطلع محمود سعد الاسبوع اللي فات يقول الفرق بين صبياننا وصبيانكم ان صبياننا بيطلعوا من هنا، لكن صبيانكم انتوا كتيار اسلام بيطلعوا كده.
فسبحان الله يعني تزل ألسنتهم الله مستعان. طبعا يعني هو انا برضو عايز اشير ان الناس الاعداد اللي طلعت في التحرير معروف طبعا ان تم حشد ناس كتير جدا من الطائفه القبطيه اللي هم نصارى مصر. وطبعا انا بقول لهم ديت يعني هذه الغلطه او هذا الخطا التاريخي ليس هو الخطا الوحيد الذي تقع في الكنيسه المصريه وليس هو الاول. واحنا يعني كجبهه سلفيه طالبنا البابا الجديد تودروس الثالث بان هو يعني ما يحدث الان هو خطيئه كبرى اللي هو خروج الكنيسه المعترك السياسه بهذا الشكل. مع انه كان قال في بدايه وجوده انه احنا يعني هنبتعد عن المعترك السياسي. لا هو قال كلام عكس كده على فكره. قال لا احنا هندخل السياسه وبمنتهى القوه وده من حقنا لان احنا عندنا مطالب وتصريحات ان هو كان هذا ليس من منهجه يعني الكلام تاني. فانا بقول ان التخندق في خندق الطائفه الضيق يعني هذا يضر يعني يضر الطائفه ويضر الوطن. نحن نقول لكم مظالمكم ومطالبكم هي جزء من مظالم ومطالب الشعب المصري. تعامل مع القضيه بهذا الشكل مش من نقطه ما قبل الصفر ان انا طائفه ومضطهده وليا مطالب. مين اللي اضطهدك؟ يعني نظام حسني مبارك والانظمه المجرمه اضطهدت الجميع. ويمكن في عهد حسني مبارك هم خدوا بعض المميزات من هنا او هناك. دي نقطه لازم امص عليها. فبقول لهم يعني اياكم ان تقعوا في هذا الخطا لان ده هيضر الطائفه النصرانيه في مصر ويضر ايضا الشعب كله والوطن كله واحنا كلنا وطن واحد. الجزء الثاني ديكتاتوريه الاقليه العلمانيه اللي موجوده. مش هنقعد مع الرئيس الا ما يلغي الاعلان الدستوري. طب احنا هنقعد نتناقش في الاعلان الدستوري؟ يعني انت بتطالب الغاء موضوع الحوار قبل ان تجلس الحوار. حوار مشروط. انا بس بقول الكلام ده ليه؟ عشان ادخل في اللي بعدها. الحاجه الثانيه برضو اللي تدلك على ذلك الميليشيات المنظمه التي احرقت مقرات الحريه والعداله والاخوان المسلمين على مستوى الجمهوريه. هل هذا العمل يجري بغير نظام؟ يعني هذه الميليشيات المسلحه التي هاجمت مقرات الاخوان والحريه والعداله في كل انحاء الجمهوريه لاحراق هذه المقرات. وانا هنا اشير الى يعني الحريه التي ينعم بها الشعب المصري والتي سينعم بافضل منها لو اتيح له الفرصه. الشعب المصري في عهد الاسلاميين او حكم من ينتمي للطيار الاسلامي. اليوم حزب الاغلبيه والاكثريه تحرق مقراته وتحرق مقرات جماعته في كافه انحاء الجمهوريه. ولا يعتقل المواطن المصري ولا يقتل المواطن المصري ولا تدافع حتى هذه الاكثريه وهذه الاغلبيه ولا حزب الاغلبيه الحزب الحاكم لا يدافع حتى عن مقراته. شفنا شباب الاخوان وقف على مستوى الجمهوريه يعني يتلقى الضربات واصابات بالالاف على مستوى الجمهوريه ومقرات احرقت انفقت فيها الملايين وغير ذلك ولم يتحرك احد لحمايه هذه الاشياء. فده انا بقول شوف هذه الحريه. الحريه الثانيه ان الرئيس مرسي الان بيسب في كل مكان مع بذاءه هذه الظاهره وخطوره هذه الظاهره انها اسقاط لهيبه الدوله نفسها. القضيه مش قضيه النهارده محمد مرسي رئيس الجمهوريه اللي بينتمي للاخوان او ما بينتميش للاخوان. ايا كان هذا المحمد الذي هو يحكم مصر الان فهو رئيس الجمهوريه يا جماعه رئيس مصر العظيمة التي لا يجوز إسقاط رمزيتها بهذه الطريقة المبتذلة السخيفة الخطيرة التي تجري. نعم. اللي أنا بقول أيضا على ذكر حرق مقرات الإخوان جاءنا خبر الآن مسيرات تتوجه لمكتب إرشاد الإخوان بالمقطم والجماعة تخلي المقر. تجمع عشرات المتظاهرين في ميدان النافورة بالمقطم وبدأوا في تنظيم مسيرات في اتجاه مقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين احتجاجا على ما وصفوه بتورط الجماعة في أحداث العنف أمام قصر الاتحادية أمس. في الوقت ذاته كشف مصادر مطلعة أن جماعة الإخوان المسلمين أخلت المقر بالكامل من العاملين والإداريين وأفراد الأمن تحسبا لأي محاولات لاقتحامه، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في محيط المنطقة وسيارتان للمطاف وثلاث تشكيلات أمن مركزي. وسنوافيكم أيضا بمزيد من التفاصيل لاحقا. طيب هذا الإحراق وهذا التدمير. نعم. كل ده أنا بسأل هذه الأقلية المجرمة التي تدير هذه الميليشيات يعني ماذا لو حكمتمونا؟ يعني أنتوا الآن مش بتحكمونا، ده أنتوا أقلية ومعارضة وبتحرقوا مقرات وبتقتلوا ناس وبتجرحوا ناس وبتشتموا رئيس الجمهورية وتهينوه وتهاجموا الأغلبية المسلمة وأغلبية الشعب المصري. فأنا بسأل سؤال، ماذا لو حكمتمونا؟ طبعا لو حكمتمونا عبد الناصر ومبارك والكلام اللي احنا شفناه والمعتقلات والسلخانات التي فتحت للشعب على مصاريعها. ماذا لو حكمتمونا؟ معلش معايا تقرير مهم جدا في النقطة دي تحديدا، يعني استشهادا على كلامك بس. طيب. من عمر عفيفي، نشوف تقرير عمر عفيفي ونرجع تاني. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده 4 ديسمبر، مش مصدق اللي بشوفه الصراحة. منتهى الخيبة والفشل من قيادات فاشلة، قيادات مترددة، قيادات قاعدة تعمل حساباتها، قيادات مستنية الإشارة من واشنطن. إيه؟ خدت حقنة البنج مع السفيرة ولا إيه؟ الشباب طالع، الشباب رافض، الشباب الذكورة. وبقول للشباب البركة فيكم أنتوا، انتخبوا من جواكم رجالة مالهمش قيمة، مالهمش لازمة، قاعدين يعملوا حساباتهم، مستنين الضوء الأخضر. إيه ده؟ ماسكين عليكوا زلة؟ انت واقف قدام الجون والهداف قدام الجون والجون فاضي،
الشرطة اداتكوا السكة، الجيش اداكوا السكة، مستنيين ايه؟ الزبون هرب من الباب اللي ورا، مستنيين ايه؟ مختلفين فيما بينكوا على التورته؟ ما هياش تورته دي سم، ده اللي انتوا الرئاسه دي سم، هيسم بدنكوا ان شاء الله على اللي عملتوه في الشباب. يا شباب مصر اعتمدوا على ربنا وعلى نفسكم، ما تعتمدوش على شويه خرعين قاعدين يحسبوا فين وامتى وازاي ومين اللي هيبقى رئيس. هي عايز هي ايه؟ اسال الله يهلك الظالمين بالظالمين، ده استشهادا على كلام ماذا لو حكمته. طيب انا برضو اشير في هذا السياق لحضاريه المد الاسلامي الجارف في مصر، وانا بقول المد الاسلامي الجارف واعرف ما اقول وما اريد ان اقول. نحن يعني يوم الثلاثاء قبل الماضي الغت الاكثريه الاسلاميه المليونيه التي دعي اليها في ميدان نهضه مصر لكي لا يحدث احتكاك مع الذين حشدوا في نفس اليوم طبعا حشود الفلول على الاقباط على بعض الشباب الذي تم تهييجه بسبب الإعلان الدستوري، واللي احنا ممكن نشير إلى بنوده سريعا. حضارية الطالب الإسلامي الذي ألغى هذه المليونية، وأنا من وجهة نظري دي كانت يعني فيها منحة حضاري وفيها حقن الدماء وفيها معاني كثير طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعم الخير هذا الشعب بهذا السلوك فقط. وإن كان من وجهة نظري كان في خطأ سياسي في هذا الأمر، أن احنا أخلينا الميدان في اليوم ده وعملنا يعني عملنا مساحة مظلمة في دائرة الوعي أو دائرة النظر الشعبية والخارجية أيضا خارج مصر، أن الناس ما شافتش إلا مشهد واحد اللي هو مشهد المعارضين بهذه الصورة وبأعداد كبيرة مش أعداد صغيرة. لكن طبعا لو كانت هذه الأعداد قرنت بالأعداد الأخرى الهادرة التي لو نزلت في نفس اليوم لألغية تماما المشهد من الذهنية الشعبية في الداخل والسياسية في الخارج. ثم لما حددت بعد ذلك مليونية أخرى يوم السبت الذي يليها وحدد لها مكان التحرير، ثم عدل المكان من التحرير إلى النهضة، هذه الملايين الرائعة كل ده لحقن الدماء وهنا ربط جميل جدا أيضا دكتور خالد في موضوع المليونية بدأت وانتهت بسلام. نعم لم يكن فيها حرق ولا تدمير ولا شتم ولا إصابات ولا غير ذلك. لكن أنا يعني قبل بس ما أنسى، أنا برضو معترض على كلمة قالها أحد إخواننا وهو بيتكلم لما تكلم يعني على مسألة المؤمنين والكافرين، إحنا مش عايزين ندخل في هذه المساحة. والشيخ حسان طلع اعتذر فورا. لا الوقت كان في أخ بيتكلم في مداخلة تليفونية فبيقول يعني فممكن يفهم من هذه الكلمة أنه يقصد الآخرين من الفرقاء السياسيين. إحنا بنقول الفرقاء السياسيين يا جماعة في الأخير هم مصريين وهم مسلمين عندنا في عموم دائرة الإسلام. وإن اعتنقوا مذاهب ضالة وباطلة يعني بعضها مذاهب كفرية، لكن احنا لا نعمم حكم التكفير احيانا الغضب والحماسه بتخلي يعني الكلام يطلع منضبط في اقوالنا وافعالنا، احنا منضبط بالشرع في الاخر. نشوف تقرير سريع كده لوالد الشهيد بتاع النهارده نشوفه، واسال الله يرحمه رحمه واسعه وان يصبرها ويصبر اهله ويا رب العالمين. جاي يدافع عن البطل والطرف في دماغه وفي مباراه خير، راح يدافع عن بلده يتضرب، اللي راح يدافع عن بلده يتضرب، يعني اللي المحترم اللي بيدافع عن بلده يتضرب، امال الصيعه تعمل فيه ايه؟ اللي ماسك سنجه وماسك مسدس وماسك رشاش وماسك واقف بيروح يعمل بيه ايه؟ الانسان اللي راح مش عند شغله ويدافع عن بلده، بقول لك فين يا ابني لازم ادافع عن الوطن، ادافع عن الوطن يموت، يسيب ثلاث عيال اطفال صغيرين، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وكل اللي ضرب ابني يدرع ويدفن معاه يا رب، وحسب الله ونعم الوكيل في صباعي والبرادعي وعمر موسى ومدور بروني، حسب الله ونعم الوكيل فيهم، يحرق قلبهم الثلاثة زي ما حرق قلبي، إنسان محترم من البيت للجامع ملوش في أي حاجة أبدا 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 أبدا، إنسان محترم محرم من البيت للجامع. يا ابني راح ادافع عن يا حبيبي بدر، يقول لا ادافع عن بلدي يا حبيبي، ما ينفعش يقول لي لا ادافع عن بلدي يا امي، اقعد ازاي لازم ادافع عن بلدي، اللي بدافع عن بلدي يتضرب، شوف ابني نازل دم قد ايه جوه مضروب، ابدا ابدا والله يا ابني ده الوحيد اللي ما يمشيش بحاجه معاه ابدا، انا معايا ثلاثه يا ابني والثلاثه احسن من بعض، ده في الجيش والتاني في هندسه والتاني كليه علوم، الثلاثه احسن من بعض سنه وصوم، عنديش حد يا ابني يمسك سلاح خالص، وده الوحيد بسم الله ما شاء الله، حسب الله ونعم الوكيل، اسال الامر.
أسأل الله يحرق قلوبهم كما حرق قلب هذه الأمة على ابنها. أسأل الله يرحمه رحمة واسعة ويتجاوز عن سيئاته يا رب العالمين. أمين. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسبي. معنا تقرير سريع أيضا وحمي البلطجية المسكو هناك، شوفوا ونرجع مرة ثانية، فلا تذهبوا بعيدا. مين اللي كلمك؟ عشان ده عايز عن باب الشعريه. تعالى نسمع. طيب عن باب الشعريه؟ قال لي عن ياسر جمال قلت له في ايه؟ قال لي بتاع ايوه البتاع بتاع ياسر اتدمر. البتاع الايه؟ بتاع ياسر اتدمر. بتاع ايه؟ بتاع ياسر العصر الرئاسه اتدمر يعني. ماشي. مين اللي بيدمره؟ مش عارف بقى. بص انا جيت هنا عشان اتفرج. لا ثواني، انت قابلت حد اسمه سمير؟ طيب لا وحياه ربنا ابدا وربنا ابدا. انت مين فتشك؟ مين فتشك يا جماعه؟ مين فتشك؟ خد منه تليفون. بيقول لك كان معايا تليفونين ومعايا الحاجه. مين اللي خد منه الحاجه دي؟ ها بطاقته فين؟ طيب هشوفه. طيب معاه بطاقته. طب ثواني فتش. طيب بس وسعوا لي فتش يا جماعه. وسعوا لي فتش. يلا يا اخوانا وسعوا بس عايز فتش. انا مش عارف اصور انا. ماشي يا جماعه شويه. نور يا جماعه نور. ممكن تقول لي بص اسمع لا ممكن هشام اللي بعتك ده ولا اسمه ايه اللي بعتك ده؟ هشام اللي بعتك ده مع مين؟ مع بتوع الحزب الوطني. لا ربنا مالي في اي حاجه شغال فران معاه. شتمني يقول لي تعالى يعني تعالى شغال فين؟ هشام ده شغال فين؟ بص يا باشا هشام ده شغال فين؟ طب بص يا باشا احنا بنعمل كالاتي. اتفضل. ده رقم 6 بالنسبه لي. طيب باخده اوديه عند مش الشرطه. لا ما استنش في جماعه، ما انا ما بسلموش للشرطه، انا عارف بسلمه فين وبتبعت. فممكن تدوني وحد يجي منكم مع بس بعد اذنكم كده. الله المستعان. تعليق الاستاذ احمد فهمي. يعني احب اعلق على المشهد ده، على الخبر اللي انت قلته، الخبر المهم بصراحه، موضوع المقر بتاع المقطم ده طبعا في غايه الاهميه، لان الخبر ده بيدينا دلالتين مهمين خالص. الدلاله الاولى ان زي ما قلنا ان هؤلاء هذه القوه، هذا التحالف العلماني الفلولي، حقيقه الامر ان هو فاقد فقدان كبير جدا للقدره على تحريك الشارع، القدره على الحشد، القدره على الاحتفاظ بالحشد اللي بيقدر يجمعه لفتره زمنيه طويله. يعني لو جابهم، لو جمعهم الثلاث ما بيقدرش يجمعهم الجمعه، لو جمعهم الجمعه بيفقدهم يوم الثلاث اللي بعده. فبالتالي هو انتقل لايه؟ لخطوه اخرى، وهي ايه؟ قضيه الدوريات. بيبعت دوريات، لان انت لما تبعت 200 او 300 شخص عشان يحاصروا مجرد مقر، المقر ده فيه 10 اشخاص، وعلى مثلا ما يتصلوا على الشرطه والشرطه لا ما تردش عليهم ولا تاتي، يتصل مثلا على اصحابهم معارفهم مثلا واخوانهم على ما حد يجي ينقذ الموقف الوقت يتاخر. فبالتالي انت 200 شخص يحاصروا مقر هيبقى لهم فعاليه اكبر من ان انت تروح تحطهم في شارع يتظاهروا، او ان انت تحطهم في ميدان على خاطر ايه يتظاهروا. فبالتالي هو واضح ان هم بيغيروا التكتيك بتاعهم على خاطر يعمل ايه؟ يعني نوع من انواع التاثير. هو بيعمل لك نقاط متفجره في اماكن مختلفه من البلد، النقاط هو يختارها بدل ما مثلا يضرب منشاه، بدل ما يضرب وزاره، بدل ما يقطع طريق، اختار ان هو يبقى ايه الرمز؟ هو مقرات الاخوان. مقرات الاخوان منتشره في كل الجمهوريه. فبالتالي هو بالتليفون زي ما بيقولوا، احنا نستخدم عبارات ممدوح حمزه، بالتليفون هيتصل زي ما قال لهم ما تطلعوش على السور، هيتصل عليهم برضو يقول لهم اضربوا المقرات بتاعه الاخوان دلوقتي. فانت تلاقي الاعلام بتاعهم يتلقف هذا الامر وبتدي يغطي، تلاقي في عندك مثلا حوالي 20 خبر في وقت واحد كله حرق مقر الاخوان في السويس. الكلام ده بيدي نوع من انواع الايه، بيدي نوع من نوع الغلالة الإعلامية اللي بتسعى للتأثير على الرأي العام وتشعره أن في ما يشبه التوافق الشعبي في أكثر من بلد على إيه؟ على الوقوف في وجه الإخوان. ده طبعا كله زيف. الدلالة الثانية وهي مهمة أيضا، أن اللي بيتهموا الإخوان بأن هم بيهدفوا إلى راقة الدماء، وأن هم بي 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 بيشتبكوا وبيشغلوا ميليشيات والكلام دوت كله. طيب يعني مقر الإخوان المسلمين اللي هو المقر الرئيسي الموجود في المقطم، يعني كان الأولى بهم بدل ما يخلوا المقر أن هم يقفوا ويجمعوا الآلاف اللي هي خرجت عند قصر الاتحادية بنفس المنظر، يجمعوا الآلاف الإخوان، يقدروا يجمعوا 10 20 30 ألف يقعدوا أمام المقر، ما يخلوش أي إنسان يعدي ويقفلوا الشارع، ويستطيعوا أن هم يعملوا كده. طب ليه ما عملوش الكلام ده في مقراتهم؟ ما عملوش الكلام ده في مقر المقطم؟ ما عملوش الكلام ده أصلا في منزل الرئيس في الزقازيق النهاردة اللي بيتعرض للهجوم والضرب؟ ما عملوش الكلام ده كده ليه؟ لان هم الاخوان لما نزلوا الهدف واحد بس، ان هو عايز يحمي رمز الدوله ممثل في القصر الجمهوري. لان القصر الجمهوري ده مش لعبه، مش كل 1000 او 2000 او 10000 واحد مش عاجبهم قرارات الرئيس ينزل يتظاهر ويخش ويقتحم القصر واحنا ما نقدرش نضربه كده، لا هيعيش لنا دوله ولا هيعيش لنا نظام ولا هيعيش لنا رئيس، وان شاء الله الرئيس معنا مش هكمل شهر. الله المستعان. دكتور خالد سعيد في نهايه الحلقه عايز اخد منك تعليق على كلام ضحي خلفان في تصريح ليه، بيقول الاخوانجي اذا تراسك اهانك
ولو ترأسته وأنت خانك. يعني طبعا دي هذه العقلية التأمرية، عقلية العبيد، يعني أتركها لأصحابها. أنا مش هعلق طبعا هذا الشخص، أنا بعتبره شخص من سفيه لا ينبغي حتى الوقوف أمام كلامه كثيرا، وهو من يعني من خارج الحدود فدعه في حيث هو يعني خارج الحدود، بس قاعد مع الناس هناك في البيت بتاعته. طبعا نخشى، لأن طبعا الإمارات الآن احتضنت أحمد شفيق وفي نابل عمر سليمان، ونخشى من الدعم الإماراتي لكل ما يجري هنا، لأن طبعا أنفق الملايين على هؤلاء البلطجية الذين هاجموا بالآلاف في كل المحافظات لمقرات الإخوان المسلمين. أنا أشوف طيب رؤيتك للخبر إن المفروض إن أحمد شفيق رجع النهارده العصر، بتشوفه إزاي؟ ده هو جاي طبعا يكمل الجناح السياسي اللي كان بيمثله شفيق فقط في المرحله الثالثه التي ذكرها الاستاذ احمد الرابعه. هو رجع، لا انا بقول المرحله الثالثه كان هو الوحيد، كان هو الرمز السياسي الوحيد. الان في الرابعه هو بقى معاه اخرين اللي هو البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي. فطبعا هو رجع ده الجناح السياسي الان للثوره المضاده. وانا بقول للناس لا تنزعجوا، نحن في الموجه الثالثه للثوره المصريه الان. يعني قد يستغرب البعض هذا الكلام، لكن انا قبل بس ما ادخل في الموجه الثالثه، انا لما اشرت للحشود الهادره من الاسلاميين، انا بس كنت عايز اقول رساله أخرى. إياكم أن يظن أحد، يعني هذا ليس تهديدا وليس إشارة بالعنف، أنا بتكلم على حاجة تانية. إياكم أن يظن أحد أن الحشود الهادرة من الإسلاميين التي رأيتموها يوم 29/7 ورأيتموها في ميدان التحرير عدة مرات، وأخرها مليونية الشريعة مع مقاطعة القوى الكبرى لها، ومع ما رأيتموه يوم السبت الماضي، إياكم أن تظنوا أن هذه الحشود غائبة، لأنها يعني تأخذ خطوة إلى الخلف في المشهد السياسي الآن. إنما هذه الخطوة للخلف هي من أجل مصلحة الوطن ومن أجل مصلحة البلاد ومستقبلها. لكن إياكم أن تظنوا أن غيابنا عن المشهد هو غيابنا عن الواقع. القوى الإسلامية والحشود الإسلامية إذا تحركت، يعني إذا تحركت سيكون تحركا هادرا، لكن أنا أقول أن هذا التحرك لن يكون في اتجاه الصدام. نحن لا نخوض حربا ضد أهلنا وبلدنا، ولكن نحن قادرون أيضا على حماية بلدنا. يعني مش معنى ان انا لا اخوض حرب ضد اهلي وضد بلدي حتى لو اساء لي بعضهم، مش معنى ذلك ان انا ساترك بلدي تنهار ويتم تدميرها. اقول للديكتاتوريه الغاشمه التي نراها يدشنها العلمانيون، نحن لن نلقي لكم بكم في السجون والمعتقلات كما فعلتم بنا من قبل، وكما قد تفعلون بنا من بعد في مخيلتكم يعني، ولكن نحن ايضا لن نقبل ان نعود مره اخرى الى السجون والمعتقلات. الشعب كله تحرر ومنه الاسلاميين، الاسلاميين هم عصب هذا الشعب وصلب جوهره الاصيل. فنحن دي إشارة أنا أشرت بها للكده. أما الموجة الثالثة للثورة فكان طبيعي أن يتوقع الرئيس مرسي ويتوقع الإسلاميون ويتوقع غيرهم أن أي ثورة من الثورات، أي نظام سياسي هيجي بعد الثورة لن يرضى عنه الناس. نعم. لو جالوا نظام ملائكي من السماء، شوف النهاردة الدكتور محمد مرسي لو قال لهم يا جماعة أنا بستقيل وبدأت أنحى أنا وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، والصبح ستجد اقتتال ما بين حمدين وأنصاره والبردع وأنصاره وعمر موسى وأنصاره، سيقتل بعضهم بعضا يعني شوف، ويأكل بعضهم بعضا. ولو طلع النهاردة في سدة الحكم هتنتهي القضية. وهناك شيطان رجيم يكمن في مصر يمكر بها كما مكر من قبل باكستان، واحنا قلنا كان ده المجلس العسكري. نعم. ان باترسون التي اجتمعوا بها قريب الاسبوع ده في مقر حزب الوفد، انا اقول اخرجوا الشيطان من بينكم فانه يوسوس ويزرع ذات بينكم الشقاق والخلاف. لكن شعب مصر اوعى من ذلك. اخيرا يعني كان نفسي نعلق على الدستور، لان طبعا بيتم تزييف قضيه الدستور واللجنه التاسيسيه، انا شايف الوقت معاك انتهى، لكن دي كانت قضيه مهمه اتمنى ان تتناولوها قريبا جدا ان شاء الله باذن الله. جزاك الله خيرا. باسمي وباسم مشاهدينا الكرام اتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريمين الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهه السلفيه، جزاك الله خيرا، وايضا للاستاذ احمد فهمي الباحث والمحلل السياسي، نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقه، واسال الله سبحانه وتعالى يحفظ مصر ونعم البحث استاذنا الكبير ما ظهر منها وما بطن. مشاهدينا الكرام باذن الله أنا وأسرة برنامج مع شباب سنسافر إلى ليبيا لتغطية فعاليات ليبيا الثورة والمسابقة الدولية للقرآن الكريم والتي ستقام في ليبيا يوم السبت إن شاء الله عز وجل القادم، لذا أعتذر عن عدم الظهور يوم الخميس القادم وألقاكم الخميس بعد القادم إن شاء الله. لكم تحياتي عمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.